نبيل بيه، تحدثا بقى استكمالا للحظه دي، احنا عايشين في رمضان، تكتشف ان احنا بقالنا دي اكتر ثالث سنه يمكن، ان المسلسل الذي استطاع ان يستحوذ على افئده الناس بكامل ثقافاتهم ومختلف الاعمار السنيه هو الاختيار. اختيار واحد، اختيار اثنين، واختيار واحنا في اختيار ثلاثه. ليه؟ الناس عطشه انها توثق للتاريخ الحقيقي وتسمعه، وفي لقطات حقيقيه وبتبني عليها. انا النهارده السؤال بقى، اليس حرب اكتوبر جديره بان توثق وان الاوان ان تفرج عن وثائق؟ لان في قصص بطولات حضرتك بتقول اثرنا جنود، اثرنا سريه، اثرنا مش عارف ايه، ده كل واحده من دي فيلم. لا ده احنا لو هنعمل ما حدث مثلا في حرب الاستنزاف، معركه الدبابات، معركه مش عارف ايه، معركه الممر إيه؟ شوف حتى فيلم الممر لما اتعمل ازاي رغم ان الممر ده معركه المزرعه الصينيه، معركه المزرعه، وكان فيها المشير طنطاوي بالمناسبه، يعني دي لوحدها كل ده فيلم فيها ملاحم. يعني احنا بنشوف يعني كل بلد في الحرب العالميه مسلسلات على فكره، يعني على خمس ست دبابات بيعملوا لنا فيلم. احنا عشان حرب اكتوبر مسلسلات يجب زي يجب ان يحدث زي الاختيار، وكان وبعدين هي مليانه. وعايز اقول حاجه، الوقت لم يفت لسبب جوهري. انا لسه متفرج على فيلم لسه انتاج من سنتين فاتوا اسمه 1917 عن حرب العالميه الاولى. يعني ما زال حتى هذه سواء الحرب العالميه الاولى او حتى بيرل هاربر، لسه الفيلم معمول من خمس سنين عن معركة بيرل هاربر، وزي الأمريكان حولوا الهزيمة إلى نصر، راحوا لأن عملوا ميدوي بعد كده ردا على بيرل هاربر، راحوا عملوا معركة ميدوي. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا محتاجين ده. بس مهم جدا، كنت عايز أضيف بس حاجة للأستاذ عادل الباشمهندس، إن حاجة مهمة جدا، ليه الناس ارتبت مش كمان إنه توثيق الصدق، أيوة فكرة الصدق الفني في نقل الواقع ده كان مهم جدا عشان الناس تصدقك. لان الناس لو ما صدقت، يعني انت ممكن تقول اللي انت عايزه بس الناس ما تصدقكش، اعمل اللي انت عايزه الناس ما تصدقكش. هنا عندما تنقل للناس، وخصوصا ان في جزء كبير جدا من هذه الاحداث عاشها بعضنا او كان شاهدا عليها او راى نتائجها بنفسه، يعني هنا ايه التلاتة بقى، الواقع بقى ما يروى للناس يمس جزء من حياتهم بشكل او اخر بشكل مباشر. فلو تم التلاعب او تم اي لا يتمتع بهذا الصدق كان دي النتيجه عكسيه، كان نتيجه الحاجه الاهم بقى كمان جنب الصدق الفني والكفاءه الفنيه. وده بيقول لك ان فعلا السوفت وير المصري، ايوه لا سوفت وير شغال بجد. ولما يتحط في محكات فنيه لا ده سوفت وير جيد جدا، ويقدر يعني اقول لك الاختيار ثلاثة. الاختيار ثلاثة اصعب في كل الثلاث المسلسلات او الثلاث سنوات، ده الاصعب. لان نتائج احداثه، لان هي نتائج احداثه هو جزء منها عسكري او مخابراتي، وفي جزء منها سياسي يتعلق بحياه الناس وبمستقبل الوطن ككل، مش عمليات تخص الجماعات، المهم مستقبل مصر ككل. فتداعيات ما عملناه أو ما يرويه المسلسل ما زالت تعمل على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، وتثمر نتائجها حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. فأنت بتتعامل مع أحداث لم تبرد بعد، حتى لو في مسافة بين بدءها وحتى هذه اللحظة. الحاجة الأهم إنك ممكن تقع في مطب إنك بتحول العمل الفني لعمل تسجيلي ممل، ويبقى فيه زعيق وخطابة وصريخ ووطنية لا ده انت مقدمه بمستوى فني جيد جدا، بحيث الناس بتشوف الواقع رغم انه فن لكن شايفه الواقع بعين الفن، وشايفه الفن بعين الواقع. فانت جمعت بين الاثنين الصعب جدا. يعني انت تتفق مع المزج العبقري ده، انا بحيي بين بيتر ميمي اللقطات التسجيليه بس عشان قبل ما حد المؤلفين عايزين نشرك المشاهد معانا. المزج العبقري، انت بتقول سوفت وير، المزج العبقري بين لقطات حيه مسجله بشكل ابطالها الحقيقيين والمسلسل ثم العمل الدرامي نفسه، هذا المزج ومزجه اللي ما فيهوش اقحام وما فيهوش
تقريرية كده يعني مفيش نفور أو شذوذ، وفي حاجة مهمة في هارموني، هارموني بيخدم على بعضه. عاوز تعرف النجاح ده فيه؟ بس الحتة دي يا رئيس يا صديقي، في حاجة مهمة جدا، إن كل التسجيلات اللي قدمت هي تسجيلات حقيقية. في ناس زمان أو حتى الدعايات المضادة كانت تقول لك كلام مخالف أو تحاول تنتقص أو تنتقد أو تقفز أو تهاجم أو تقلل إلى آخره. بلا توثيق. بلا توثيق. طيب أدي التوثيق. مش ده اللي كنا بنقوله؟ وأنتوا كنتوا بتكذبوا؟ طب أدي التوثيق. وتوثيق إيه؟ بالصوت والصورة. الاتفاقات بالصوت والصورة. الكلام اللي بتقولوه على مصر بالصوت والصورة. اللي بتكونوا بينك وبين بالصوت والصورة. على عينك يا تاجر. عينك يا تاجر. اللي عاوز بقى يكذب يوريني نفسه. اللي عاوز يقول ان ده ما حصلش يوريني نفسه. لا اهو حصل اهو. وهنا بتقدم الحقيقة للناس. في صحيح انت عارف بقى ايه؟ في كوب رمضاني، يعني فكرة ايه؟ عصير رمضاني كده بعد وانت جايب بعد ما تفطر عشان تبل ريقك، فبتقدم الوقائع في مع عصير مع كوب من الخشاف الجميل. فالناس انا طبعا بحيي هاني سرحان جدا جدا جدا، المؤلف بشده على ايده، بيتر ميمي بقول له انت مخرج فعلا مخرج فكرة عظيم، فكره المسجد دي عبقريه بجد يعني وتنفيذها بحييك. طبعا طقم الممثلين بقى في اداء الادوار لكل الادوار في الحقيقه، يعني كل الادوار اللي ادت طبعا. لا ده مصر عظيمه يا جماعه، السوفت وير بتاعها عظيم جدا جدا جدا. على فكره عند الفنانين فنانين بيأدوا ادوار هذا مستوى من الاداء الفني، على فكره مستوى عالمي باي مقياس يعني.